جئتم به السحر إن الله سيبطله إن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، إن شاء الله سنبقى نفسر بعض الأحلام وبعض الرؤى المتكررة عند المصابين بالأمراض الروحية، بمعنى الأحلام التي ترسل لنا في ويسألون المتتبعين لنا في قناتنا عبر اليوتيوب. إن شاء الله سنجيبها، وسنجيب عن بعض الأحلام المتكررة كثيرا في عالم الروح وعالم الجن، وإن شاء الله تكون سلسلة تفسير الرؤى والأحلام للمرضى الروحيين. لابد أن تشاركوا المقطع وعمل إعجاب ومساعدتنا لكي ندعم هذه القناة ونصل إلى 50,000 مشترك. رؤية الأفعى هي رؤية ليست جيدة للمصابين بالأمراض الروحية. المعروف عندنا أن إبليس أول عداوته كانت لآدم، وأراد أن يخرج آدم عليه السلام من الجنة، واتصف بالحية يعني التعبان يعني الأفعى بالدارجة المغربية. والأفعى هي عدو، هي عدو، إما أن يكون من الجن أو من الإنس. وسنتكلم عن الأحلام التي تكون لهؤلاء المرضى الروحيين، ليس كل عموم الناس. الأفعى هي عبارة عن ساحرة في البدن أو ساحر في البدن، ساحرة في البدن أو ساحرة ساحرة في البدن، وقد تكون تابعة من الشيطانات تتبعك في حياتك، تتبعك في حياتك. فإذا رأيت أفعى في البيت فدلالة على إصابة البيت بشيطانة ساحرة تجعل المشاكل في البيت، وإذا رأيت على ملابسك أو كذا فدلالة على أنك عندك سحر، إما بالتياب وإما أن ملابسك أو آتاتك ترش أو يسحر بها من طرف ساحر. وإذا رأيت لدغة، رأيت أفعى كبيرة ضخمة أو صغيرة أو متوسطة على حسب شكلها وسمها، يكون على شكل خطورتها. إذا رأيت أفعى تعضك أو تلتوي عليك فهي دلالة على تملكك أو إصابتك بالمس الشيطاني أو إصابتك بمكروه وسحر من ساحر أو ساحرة أو من هذا الجن الذي يسكنك. وإذا رأيت أفعى ميتة أو قتلت أفعى فدلالة على أنك ستكفى شر هذا الخبيث، هذا الجني، أو ستكفى شر العدو، شر العدو. وإذا رأيت أفعى تعطيك شيء، تاج أو تعطيك أكل أو تعطيك، فدلالة على أنهم يريدونك أن تكون ساحر ويريدونك أن تكوني ساحرة. وإذا رأيت أفعى تتربص بك من بعيد فدلالة على أنك متبوع بالعين الحاسدة القوية الخبيثة. والله تعالى أعلى وأعلم. لا تنسى مشاركة هذا المقطع، لعل الله ينفع بك. ادعموني يا عائلتي الصغيرة، وأي سؤال أو أي تفسير رؤية ضعوه إن شاء الله سنجيب عنه في مقطع آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم الراقي المغربي رشيد أبو إسحاق.